العالم كل يوم في تحديات، كل يوم في صراع، فما بالكم لما تكون امرأة قررت أنها تصنع تاريخ كرة القدم النسوية في الجزائر. أسطورة كرة القدم الجزائرية يعني كانوا يسموني نعيمة ماجد. حسين أشو، أوكي، كنت نحترمه كل صراحة، كنت نحترمه، إنسان محترم، ولكن صراع حاجة يعني ما استنيتهاش من إنسان كما هو. أنا كنت متأكدة إنه المولودية تدي الكأس مبروك عليهم ويستاهلوا، يستاهلوا سورتو عندهم من بيبليك ما شاء الله، يعني المولودية شكون ما يحبهاش. طب فلاب فلاب تقولي لنا شحال توزني؟ فلاب فلاب سنينة سنينة زوتشي موا جو في تو دير كو لا سول شوز إلا دوني لي مويان فوتبول فيمينان، ولكن إلي تي تري تري مال أنتوري وغلطوه بزاف وغلطوه بالنسبة ليا ما سامحوش. عباتو الجزائري اون جينيرال يحب دغري، يحب ديريكت، سمعت عمرها تاع الدار وقاعدي، ماكش هذيك الرومانسيه، ماكش تبادل في الحكي، في الكلام، في ولا واحد كان يستنى انه تكون لعبه كره قدم وتسمعي الاليسا هذه، ولا حتى يستنى. شوفي والله العظيم سي ما شانتيز بريفيري كو جو كيف انورميمون، يعني نموت عليها، نعشقها اليسا.